نفذ مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام في وادي ذهب بمديرية عين محافظة شبوة عملية إتلاف وتفجير 289 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة. تمكنت الفرق الهندسية للمشروع من نزعها خلال الشهر الماضي في مديرية حريب بمحافظة مأرب ومديريتي عين وعسيلان بيحان بمحافظة شبوة. زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي أن الألغام والمقذوفات التي جرى إتلافها تنوعت بين ألغام مضادة للدبابات ومضادة للأفراد وقذائف غير منفجرة وعبوات ناسفة.